محمد محمود عبد العزيز، لسه كنت لسه بقول ما كنت عاجبني جدا، مش هضيعك زي ما ضيعتيني. استاذ وائل مذاكر. دي حاجه تقلق، دي حاجه تقلق مش حاجه تريح. ربنا يستر. محمد، البعض هيقول لك محمد محمد لازم يركز في التمثيل شويه لانه كمان عنده مؤهلات نجوميه. يعني بتجي لك النصيحه دي؟ هي بتجي لي مؤخرا، جايه لي كتير جدا. وقلقاني على قد ما بسطاني الحمد لله رب العالمين، بس قلقاني يعني بحس انها مسؤوليه، خصوصا ان انا دايما يعني غصبا عن الناس وغصبا عني بتحط في مقارنه، اذا كان انا او كريم اخويا بتحط في مقارنه مع ابويا طبعا. طبعا عملاق زي محمود عبد العزيز ده بالنسبه لي مسؤوليه يعني، بس محمود عبد العزيز يظل حيا بيننا الحمد لله رب العالمين باعماله وقيمته الفنيه. الحمد لله. فده مؤخرا طبعا بدات اسمع ده ومبسوط بيه جدا يعني، الحمد لله انا شخصيا على المستوى الشخصي مبسوط ان انا ما خذلتش ابويا الحمد لله، اسمه مازال موجود وبيتقال كويس اذا كان عن طريق او عن طريق كريم اخويا. معلش النهارده في بس حاجه شخصيه ملهاش علاقه بالحاجة بتقوله، بس غير الناس بدات تزهق مني يمكن من كتر ما بكتب ده على السوشيال ميديا، ولكن انا دايما بقول الفاتحه والدعاء على ابويا وكل رحله عنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده في عندي انا مناسبه شخصيه وعيد ميلاد امي ما عرفتش اروح لها، فعايز اقول لكم سنه طيبه. نقول لها كل سنه وانا اسف طبعا ان انا ما كلمتكيش. اقول لها كل سنه طيبه بقى من الشاشه. كل سنه وحضرتك طيبه، وانا اسف ان انا متاخر بس يعني هخلص ان شاء الله واجي لحضرتك. وبتاخد هديه ولا ما فيش؟ لا هتاخد هديه ان شاء الله. ان شاء الله بس غالبا احنا اللي بناخد الهديه بنروح ناكل عندها، فده بالنسبه لي تمام. موضوع التمثيل بالنسبه لي انا بحبه جدا من زمان، وكنت حابب ان انا اثبت نفسي فيه، بس يمكن كمان لما دخلت موضوع الانتاج على قد ما هو ميزه بالنسبه لي وبحبه برضو ان انا بشارك في صناعه الحاجه اللي انا بحبها، الا اني كممثل غصب عني بتأيد، لان في النهايه هو ده وجهه نظري، المنتج اللي بيفكر يكلمني او المخرج اللي هيفكر يكلمني بيحسبها قوي قبل ما يكلمني، هل هيوافق؟ ان انت منتج زيه يعني. بالظبط. انا بالنسبه لي ما عنديش ده، يعني بدليل ان انا السنه دي شغال مثلا مع استاذ هاني سلام واستاذ رؤوف عبد العزيز في مسلسل طاقه نور مثلا، ده ملوش علاقه بيا، ملوش علاقه بانتاجي، ملوش علاقه بحاجه، ودور لطيف ودور معقول، مش واخد دور بطوله، مش واخد مساحه، ما كان ليش اي طلبات اللي هي المفرطه او الغريبه او او او، بس بالنسبه لي كممثل انا بحب التمثيل، بحب اثبت نفسي فيه، بحب اقول ان انا عندي موهبه بحاول ان انا احترمها واحافظ عليها وما اخبطش في اسم ابويا على قد ما اقدر، واقدر ان انا احافظ عليه ان شاء الله يا محمد. وان شاء الله دايما حتى يعني محمود عبد العزيز يكون امتداده في ابنائي، لكن كمان اعماله الفنيه باقيه. وناس كتير بتقول يعني مفتقدين محمود عبد العزيز في عمل جديد، يعني في اسماء دائما في رمضان تحديدا يعني من الاسماء اللي الناس بتضع عليها علامات معينه.